مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بصحبتي حضراتكم جميعا من خلال هذا اللقاء المتقدم من برنامج وقول الناس حسنى، وهتناول مع حضراتكم النهاردة ومع ضيوفي الأعزاء الكرام موضوع الطبائع البشرية والفطرة الإيمانية. يعني إيه طبائع بشرية؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان أوضعه بعض الصفات وبعض هذه الطبائع. يعني هقول لك حاجة، الإنسان دائما يحب لنفسه الخلود، وكلنا يكره الموت، وبعض الناس برضك بتكره سيرة الموت، لأن الإنسان عايز البقاء والخلود. طيب دي طبيعة. طب لو هو حب البقاء والخلود يبقى عايز حاجة تانية من الصفات، وهي حب التملك، إزاي يبقى مخلد في الأرض وباقٍ في هذه الحياة إلا لما يكون عنده فلوس وعنده ويكون ثري وعنده يتملك بعض الأشياء. طب إذا كان يحب الخلود والتملك يبقى عايز إيه؟ يبقى عايز العزوة. دي كلها طبائع بشرية أعطاها ربنا وركبها في الإنسان، لكن تحتاج إلى تقنين. هذا التقنين يهتدي الإنسان بنفسه إلى هذا التقنين ويرشد نفسه إلى هذه الطبائع البشرية اللي هي الإيجابية؟ لا، يحتاج إلى نور الهداية، وهي الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. بيعجبني قوي لما جه واحد، كنت قرأت مرة كده إن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث جاله أعرابي، فالأعرابي ده كان بيعبد الصنم، فهو رايح في طريقه إلى سيدنا رسول الله، كما تعلمون بيعتبروا الأصنام آلهة، هو خد إلهه عشان يحفظه في الصحراء من المخاطر ومن الشرور اللي تقابله في الصحراء. هذا الرجل آمن بفطرته النقية قبل أن يصل إلى سيدنا رسول الله. تقول لي إزاي؟ هو حب أن يقضي حاجته في الصحراء، فساب الإله بتاعه اللي هو الصنم على جنب، ومشي في الصحراء كتير قوي عشان يتوارى عن إلهه، إن الإله ده ما يشوف عورته. فلما جه من بعد قضاء الحاجة، اتلقى الإله بتاعه اللي هو الصنم ده مبلول مية، قاعد ينظر يمين ويسار، احنا في صحراء، مين اللي جاب على الإله مية؟ فتلاقي ديب بيجري، فعلم بفطرته أن الذئبة تتبول على هذا الصنم، فوقف يقول له بالفطرة السليمة إيه؟ في إله بيبول عليه الثعلب؟ قال إيه؟ فبيقول يعني في كلامه الجميل وفطرته وسجيته التي هدته إلى نور الإيمان قبل أن يصل إلى سيدنا رسول الله، فبيقول أإله الصنم ده إله؟ أإله يبول الثعلبان برأسه؟ قد دانت ما بالت عليه الثعالب، برئت من الأصنام جمعا جميعها وآمنت بالله الذي هو غالب. الفطرة بتهدي إلى نور الإيمان، والطبائع البشرية عندما تكون إيجابية يهتدي الإنسان ويأخذ الله بيده إلى طريقه المستقيم. عن هذا الموضوع مع ضيوفي الأعزاء فضيلة الأستاذ الدكتور السيد أحمد نجم من علماء الأزهر الشريف، مرحبا بفضيلتك مع الدكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك دكتورية. كما أرحب أيضا بضيفي الكريم فضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ عبد المنعم دودار من علماء الأزهر الشريف، مرحبا بك. خالص التحية لحضرتك دكتورية. مرحبا بك. شكرا لحضرتك. يمكن استفدت في المقدمة شوية فضيلة الشيخ عبد المنعم، وعايز أبدأ بحضرتك وعايزين نقول عن الطبائع البشرية. يمكن القرآن الكريم أشار إلى بعض هذه الطبائع من الضعف، من عدم القدرة، من النسيان، وأنا هقتبس وتصح المعلومة عندما قال الله سبحانه وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. كلمة النسيان مش طبع في الإنسان؟ عندما نشير إلى الطبائع البشرية في الإنسان من خلال القرآن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين يا رب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني خالص التحية طبعا لحضرتك على الدعوة الكريمة، وعلى تكرار نتشرف بالتسجيل مع الدكتور سيد. أنتوا شرفتونا. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يجعل لنا لسان صدق، وأن يسبقنا إلى قلوب السادة المشاهدين حتى إذا ما دعوناهم إليه أجابوه بإذنه تبارك وتعالى. نعم. ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فهناك فطرة أصل الخلقة التي جبل الله تبارك وتعالى الناس عليه. نعم. وهي الاستعداد الفطري لقبول الحق ولقبول الأخلاق الطيبة وعدم التمرد على النظام الذي وضعه الله تبارك وتعالى رحمة للإنسانية كلها، بل رحمة للكون بما فيه حتى من حيوانات وجمادات وما إلى ذلك. هذه الطبائع مستقرة في الناس، هناك نزوع إلى بعض الأخلاق،
وهناك إنسان يظل على أصل فطرته لا يتمرد عليها، لكن هي بالأساس فطرة أساسية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني ربنا خلق الناس بنظامهم كده، ربنا خلق الناس استعداد للتشكيل الطيب. الله. فأبواه، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني تولد مستوية ولا ترى فيها قطعا في أذن أو قطعا في ذنب، لكن الاعتداء بعد ذلك هي لبعض الطبائع التي لم تهذب نفسها. يعني الإنسان عنده نزوع إلى شرور، مع أن الله عز وجل خلقه باستعدادية إلى الطيبات. ولذلك لو رأينا حتى في مقدمات خطب سيدنا رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول نعوذ بك من شرور أنفسنا. صحيح. هي النفس مستوية لكنها تميل إلى الشرور إذا وجدت أن المساحة مفتوحة، فوجب على الإنسان أن يكبح جماح نفسه. عنده هذا وعنده ذاك. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت خلاص قربت من الولادة دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذا الاستعداد. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ده الدخيل بقى. ده الدخيل. ده الدخيل. هذا هو التمرد الذي يكون على أصل الخلقة التي خلق الله الناس عليها. أنا يعني أستفيد من كلامك هنا يا معالي الدكتور إن ربنا خلق الإنسان بفطرته يميل إلى الخير. نعم. وإلى الإيمان. نعم. التشويه اللي حصل له ده يكون الحديث اللي ربنا أرشدنا فيه خلقت عبادي حنفاء مسلمين حتى اجتالتهم الشياطين. لذلك دكتور عيد الملمح اللي حضرتك بتقوله ملخص في سنية الأذان في أذن المولود أول ما يولد. الله. لماذا؟ لأنه مولود على قبول دعوة الحق، فليكن أول ما يسمع منا نداء التوحيد والنداء للصلاة والنداء إلى طريق الله المستقيم. نعم. قبل أن يوسوس الشيطان إليه. نعم. فتح الله لك فضيلة الشيخ عبد المنعم، وأنا هاخد برضك موضوع الأذان وهرجع به إلى فضيلة سيدنا الدكتور السيد أحمد نجد. فضيلة الدكتور، يعني سيدنا الشيخ عبد المنعم لما المولود بيولد إحنا بنأذن له في ودنه، طب ما هو الأذان أول لفظ فيه نداء التوحيد الله أكبر. نعم صحيح. وهرجع بيك إلى العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى في عالم الذر، يعني قبل وجود الخلق مشاهدي الكرام، قبل ما تخلق آدم ربنا خلق أرواحنا جميعا. مش ده مظبوط؟ أخذ ربك من بني آدم وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. جميع الأرواح موحدة. هذا يتعارض أم يتفق مع الفطرة أو تؤيد هذه الآية الفطرة التي خلق الله الناس عليها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، حياك الله دكتور عيد وحيا الله فضيلة مولانا الدكتور عبد المنعم وأسرة البرنامج والسادة المشاهدين جميعا. وحضرتك حينما نتكلم عن الفطرة، ما معنى الفطرة أولا؟ عرفني الناس. الفطرة يعني في اللغة مأخوذة من الشق. يعني إيه الشق؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق رجلين النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. ويتعب. وفي قول الله تبارك وتعالى إذا السماء انفطرت. وفي انشقت وانفطرت. صحيح. الفطرة. فالفطرة هي الجبلة التي خلق الله تبارك وتعالى الناس عليها، الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعها في الناس، كل الناس. ولذلك هو ربنا سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، وكلما كان الإنسان أعلم بربه كان أشد خشية له. الله. لأن هو على الفطرة أساسا. ولذلك إحنا بنقول إيه؟ تعالوا نرجع لإمام التوحيد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يضرب لنا مثالا رائعا ربنا يذكره لنا ويخلده لنا في القرآن على أن الناس أصلا هم يميلون إلى الفطرة التي خلقهم الله تبارك وتعالى عليه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا
قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، أي في زعمكم يعني إن كنتم تعبدون الشمس والقمر. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال لئن لم يهدني، فقال فلما أفلت قال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر، هذه الفطرة يبقى للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ولذلك احنا بنقول الفطرة دي أنواع. النوع الأول الفطرة التي تدعوك إلى توحيد الله تبارك وتعالى كما في هذا النموذج، وكما جاء في قصة الأعراب الذي كان يمشي في الصحراء فوجد بعرة ووجد أثر أقدام الإبل، فقال إيه؟ البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يعني سيد أحمد نجمع عن موضوع أنواع الفطرة، وذكر لنا الفطرة النوع الأول التي تدل أو تعرف الإنسان أو تأخذ بيد الإنسان إلى طريق الله الواحد الديان. النوع الثاني من الفطرة، النوع الثاني الفطرة في الدعاء. حينما تدعو الله، أي إنسان حينما يمر بموقف شديد وصعب عليه أول ما يلجأ إلى من؟ الله. إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح. حتى ولو كان على غير الإسلام هو يلجأ أولا إلى الله، ولذلك القرآن ذكر هذا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله سبحانه وتعالى، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. سبحان الله، تدعون الله عز وجل. ولذلك يعني لما قال له كده قال له لو كنت في البحر فاضطربت بك السفينة فأنت تعبد آلهة شتى، فإلى أي إله تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء، الله، لأنني على يقين أنه هو الذي ينجيني. فهذا فطرة في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. نجد النوع الثالث فطرة في سماحة ويسر الدين. دائما الإنسان بفطرته يميل إلى إيه؟ إلى أن الدين يسر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. فدائما وأبدا تلاقي إيه؟ الفطرة تميل إلى إيه؟ إلى يسر وسماحة الدين. صحيح. ولذلك الشاعر يقول وفي كل شيء له آية تدل على إيه؟ على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى في هنا ملمح بس لو تسمح لي أذكره، وهو في قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله، فعظمها الله وكرمها بأن نسبها إلى نفسه. طب يا رب الآية دي في سورة الروم، ما علاقة الفطرة بسورة الروم؟ صحيح. وبدايتها غلبت الروم في أدنى الأرض، إيه اللي جاب الروم وإيه اللي جاب فطرة الله؟ إيه الحاجات دي؟ صحيح. قال لك لو نظرت إلى مقصد سورة الروم فتجد أنها تدل على القدرة المطلقة لله رب العالمين. الله. قدرة في كل شيء، قدرة في تبديل الأحوال. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وهذه قدرة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعد كده في سورة الروم تلاقي ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته، كلها دليل عليه على قدرة الله سبحانه وتعالى. فكأنك في النهاية ربنا تبارك وتعالى يقول سقت لك الأدلة الكثيرة على قدرتي. فحينما تقرأ هذه القدرة في السورة الكريمة في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا. الله لأنها الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها. الله يفتح عليك مع الدكتور، شيء جميل وربط رائع يعني من سورة الروم بهذه الآية الكريمة. أرجع إلى فضيلة سيدنا الشيخ عبد المنعم دودار مشاهدي الكرام، وقول لحضرتك كنت تتحدث عن أن الإسلام دين الفطرة. دايما نسمع الناس تقول حتى العلماء على المنابر بيقول لك ايه الاسلام دين الفطره. يعني ايه الاسلام دين الفطره؟ هو الاسلام دين اصل الاخلاق وحب الخير للغير وكل معدن وكل قول وفعل طيب، لدرجه ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دلنا على امور تعبديه هي اساسها نظافه واساسها حضاره قال وسماها خصال الفطرة. الله. قال صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، وفي حديث ورواية الفطرة عشر،
وذكر النبي فيها المضمضة، ذكر النبي فيها الاستنشاق، ذكر النبي فيها قص الأظفار، ذكر فيها غسل البراجم، ذكر فيها الختان، ذكر فيها قص العانة أو حلق العانة وما إلى ذلك. فإن دل فإنما يدل على أن الله تبارك وتعالى خلق الناس محبي النظافة، محبي الحضارة، محبي الرقي، والإسلام يدعو لكل ذلك. صحيح. لماذا؟ لأنه من الأصول الثابتة عندنا، حيثما كانت المصلحة فثم الإسلام. الله. إذا يعني بحثت عن مصلحة ورأيتها أين هي، ستجد أمرا للإسلام هنا يقضي بمصالح الناس. لا يفوت على الناس مصالحهم، ولا يفوت على الناس يعني شأنا يعلو به حاضرهم بإذن الله. صحيح. فالإسلام دين الفطرة والأخلاق والحضارة. فضيلة الشيخ عبد المنعم، يعني ما هو بعض الناس بتشوه عندها هذه الفطر، وإذا الفطرة دي اتشوهت هتقلب إلى طبائع سيئة وصفات سلبية. طب كيف يعني، هل برأيك كده الإنسان يحتاج إلى تقوية لبعض هذه الصفات وتقويم أيضا لبعض هذه الصفات حتى يعود إلى فطرته التي نشأ عليها من قبل الله؟ وأنا أولا أشكر حضرتك على هذا السؤال. نعم. حتى تكون رسالة عملية للسادة المشاهدين. الله رب العالمين يقول وجاهدوا في الله حق جهاده. نعم. العلماء وهم يشرحون الآية قالوا سنة الجهاد البداء بالعدو الأقرب فالأقرب. فهذا التعويد وهذا التقويم للنفس هو أول وأحق ما جاهد العبد به بين يدي الله عز وجل. حتى قال أبو حازم المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أوامر من الله تبارك وتعالى مع توافر الإمكانات الذاتية كلها في سيدنا رسول الله، حتى ينسب الأمر لصاحب الأمر لله عز وجل. فبما رحمة من الله واصبر وما صبرك إلا بالله. فوجب علينا أولا أن نهرع إلى الله ضارعين، لأن الحلم بالتحلم، الصبر بالتصبر، العلم بالتعلم. فالإنسان لا يقول أنا خلقت هكذا، لأن دي دعوة تشاؤمية سلبية. صحيح. لو أنت خلقت هكذا زي ما بعض الناس، فضيلة الدكتور يجي يقول لك إيه، أنا أصلا نيرفس، أنا بتنرفس جدا، ما بتحكمش. صحيح. في نفسي. لو إن الإنسان مش هيتغير ما كانش ربنا أنزل رسول، ما كانش ربنا سبحانه وتعالى شرع شرائع. لو كل واحد هيفضل زي ما هو أبدا. إنما بعث النبي ليتمم مكارم ومحاسن الأخلاق. فالأمر لابد من تقويم، لابد من تعويد. وإننا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد منا أن نكون جميعا مصلين قال لحضرتك وقال لي وقال للناس جميعا أن نصحب أولادنا وهم أبناء سبع، وأن نضربهم عليها وهم أبناء عشر، لا لشيء إلا ليتعودوا. صحيح. فالمصاحبة فيها تعويد. طيب أنا أرجع لفضيلة الدكتور السيد وأقول لحضرتك، يعني إحنا النهاردة في مستجدات وفي حداثة وفي فتح من ربنا على الناس بالعلم الحديث والاختراعات، وانت شايف العالم بقى متقارب، وبالنهاردة بتليفون صغير كده بتك على الزوار بتكلم أمريكا. طيب كيف أعود في وسط هذه أو هذا الكم والزخم من زحام الدنيا ومغرات الدنيا إلى فطرتي الأصلية؟ على فكرة دكتور عيد، الناس في قلوبها الخير. أيوه. لأن هي دي الفطرة اللي ربنا فطرهم عليها، بتحتاج بس إن إحنا إيه تدوس على زرار معين كده مع كل شخصية. الزرار المعين ده بيفتح له المغاليق. سبحان الله، لما ترجع إلى مثلا أبو محزورة اللي كان لما يسمع الأذان قعد يتريق على الأذان. صحيح. ده بيقول الله أكبر، بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام. السلام. وكان صوته جميلا. أيوه. قال قل الله أكبر. فالراجل قال له قول الأذان. الراجل قال الله أكبر ويعني يستهزئ. قال النبي أعد فأعاده، قال النبي أعد فأعاده، لغاية ما وجد سكينة وجدت في قلبه. الله. سبحان الله، من أين أتت هذه السكينة؟ فطرة تحركت. لما ردد الأذان مرارا وتكرارا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل الإسلام كان لا يشرب الخمرة. ليه؟ فطرته أيلال إن الحاجة دي تذهب العقل، وأنا لا أحب أن أكون هزيلا بين الناس. الله. ففطرته قادته على كده. فلذلك بقى إحنا بنقول إيه،
لا، في بعض الحاجات بتؤثر على الإنسان في فطرته. أولها الشياطين كما ذكرت حضرتك، أن الله تبارك وتعالى قال إني قد خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين قد اجتالتهم الشياطين. اجتالتهم الشياطين، فدي أول حاجة. تاني حاجة تقليد إرث الآباء الخطأ، لما يكون في حاجة خطأ فأنا عايز أقلد إرث السابقين حتى ولو كان خطأً، فده بيحيدك عن الفطرة. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمي أبي طالب يا عما قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بك عند الله سبحانه وتعالى، فما زال حتى مات على غير الإسلام. أيضا صحبة السوء ربما تؤثر تأثيرا بالغا على أصحاب الفطرة. طب أنت فطرتك نقية وسليمة وبتروح تصلي في المسجد وشاب عاقل وجميل، فيقول لك طب خد جرب كده الحاجة دي، طب خد جرب الحاجة دي، فما زالوا بصحبة السوء حتى إيه يجعلوه يحيد عن فطرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك بقى لما نرجع للثلاثة اللي جم للنبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة شباب جم للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما سألوا عن عبادة رسول الله كأنهم تقلوها. يعني إيه تقلوها؟ قالوا النبي بيعمل الكلام ده كله، بيقيم الليل وبيصلي وبيصوم، وإحنا ما نقدرش نعمل الكلام ده، وإحنا ده هو رسول الله، فما بالنا إحنا نعمل إيه؟ فأحدهم قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أما أنا فأقوم ولا أرقد، والثالث قال وأما أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال أين من قالوا كذا وكذا وكذا؟ قال إحنا يا رسول الله. قال أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. اوعى تحيد عن فطرة ربنا سبحانه وتعالى لك. الناس فيها خير محتاجة ان هي تسمع آية قرآنية، محتاجة ان هي تسمع موقف نبوي جميل، محتاجة ان احنا نعرفها بسماحة الدين ويسر الإسلام، لكن محتاجة نبث فيهم الأمل والتفاؤل، ولكن محتاجة برضو الى المعاملة الطيبة هي اكثر من القول، وليه يا فضيلة الشيخ عبد المنعم؟ اكيد حتى المعاملة على هذه الفطرة لابد ان اصونها بالإكرام والتقدير وإنزال الناس منزلتهم. صحيح. ولذلك الشرع حافظ على الفطر في التفريق بين الصغار والكبار في المعاملة. فنرحم الصغير ونوقر الكبير، نكرم أهل العلم، نقدر أهل الرأي والمشورة، أمور نعتبر فيها العمر وأمور نعتبر فيها الاجتهاد العبادي. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يستعمل العمال على الأمصار والأماكن، أبو ذر رضي الله عنه الحادثة يعني له شهيرة جدا، ألا تستعملني يا رسول الله؟ لأنه يعلم قدره في قلب رسول الله وأن النبي يحب عبادته ويحب زهده. قال إنك رجل ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. سيدنا يوسف على العكس تماما، لما طلب وأن يتصدر على خزائن الأرض في مصر ما طلبها لأنه كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. صحيح. ما قال ذلك، ولكن لأنه أهل لعلم المحاسبة قال إني حفيظ عليم. فإذا هذه خصال الفطرة إذا صناها كانت منشورة بين الناس، وإلا فنرى الانحراف كيف يكون في الواقع بين الشباب الذين يعني حادوا عن الفطرة، فلبس الولد لبس البنت والعكس تماما بتمام. كل ذلك يضيع الحياء بعدم إقامة الفطرة. يعني مشاهدي الكرام، عايزين نحافظ على فطرتنا ونعود إلى الفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس جميعا علي يعني بما فيهم إحنا طبعا. الفطرة دي عاملة زي السكر، حط كوباية مية حط فيها ملعقتين سكر ما دوبهمش، اشرب المية هتلاقيها زي ما هي، ليس يعني المية ليست لها طعم الحلو، وإنما قلب المية بقى كده بالسكر هتلاقي طعمها جميل جدا. فهذه الفطرة التي تذوب في قلب الإنسان حتى يعود إلى فطرته بربه سبحانه وتعالى. سيدنا الفخر الرازي لما كان عالم كبير وبعدين ماشي كده مرة فتلاقي حفلة كبيرة الناس محتفية بيه، فتلاقي ستة عجوزة كده بجانب شط الترعة، فقولها هو السعي، قالت لهم مين اللي ماشي؟ قالوا ده الفخر الرازي. قالت لهم ايه اهم اعمال الفخر الرازي الجميل ده؟ فهو كان جه فلا اهم اعمالي ان انا من اتيت بألف دليل على وجود الله. قالوا ده عملك الجميل، جبت ألف دليل على وجود ربنا؟
قال لها اتلو أين غاب الله حتى يؤتى إليه بدليل، لولا أنك شككت في الله ألف مرة ما جئت بألف دليل. سيدنا الفخرز لما سمع هذا الكلام أنت عارف قال إيه عند موته، والعلماء كلهم قالوا إيه؟ اللهم اجعل حسابنا في الآخرة كحساب العوام، حساب العوام. الفطرة السليمة الجميلة لابد وأن يعود إلى الناس إليها دون تشويه أو تعقيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا جميعا على الإيمان وأن يهدينا إلى صراط مستقيم. مشاهدي الكرام أشكركم على حسن المتابعة، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور السيد أحمد نجم من علماء الأزهر الشريف. أشكرك يا دكتور. شكر الله لك. كما تقدم بخاص الشكر والتقدير أيضا لضيفي الكريم فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، وأتقدم أيضا لزميل الإشارة بالشكر أيضا الأستاذ رضا عبد المنعم ولأسرة البرنامج على هذا الموضوع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر أمنا آمنا سخاء رخاء على أهلها وعلى شعبها ومن حل بها ضيفا يا رب العالمين. أترككم مشاهدي الكرام في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.